أجمعت الأمة على صحة كل ما جاء في صحيح البخاري، وقد وصل إلينا بأيد أمينة، وكان بعض الناس يتبرك بما فيه من أحاديث صحيحة. كان الناس يعظمون صحيح البخاري، ومنهم من كان يقسم به: أقسم بصحيح البخاري. وذكر ابن كثير في أحداث سنة 654 أن الناس اجتمعوا عند الحجرة النبوية لقراءة صحيح البخاري لما خرجت النار الشهيرة التي أضاءت أعناق الإبل ببصرة. وعظم العثمانيون أمر صحيح البخاري، وكانوا يجتمعون لقراءته إذا أصابهم البلاء أو إذا كانوا قد دخلوا في حرب. وقد أمر محمد علي باشا والي مصر علماء الأزهر للاجتماع بقراءة صحيح البخاري لما قام بالحرب على الدولة السعودية الأولى، فاستمروا شهرين يقرؤونه. كان عند الخليفة المستعين بالله العباسي إجازة في صحيح البخاري من شيخ الإسلام البلقيني، وكانت لا تفارقه حضرا ولا سفرا. وكان الشيخ محمد يونس الجنفوري الهندي رحمه الله قد أقرأ صحيح البخاري 45 مرة ولم يتزوج، وكان يقول: زوجتي نسختي من صحيح البخاري. ذكر ابن حجر عن ابن أبي جمرة عن بعض العارفين أنه كان يقول: صحيح البخاري ما قرئ في شدة إلا وفرجت، ولا ركب مركبا فغرق. ترك شاعر الغزل محمد العبد الله القاضي رحمه الله تعالى شعر الغزل، وعكف على نسخ صحيح البخاري حتى نسخه كاملا. مرضت ابنة السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله تعالى، ولم ينفع معها طب الطبيب، فاستشار مستشاريه فقال: هناك عالم دمشقي صالح يقال له الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله تعالى، لعله يرقيها. فلما كلموه اعتذر، فلما أصروا أرسل أحد طلابه فرقاها فشفاه الله. فأراد السلطان عبد الحميد الثاني أن يرسل له هدية ثمينة، فقالوا: إنه عالم بالحديث ويأبى أن يقبل مثل هذه الهدايا، فلو أرسلت له النسخة السلطانية من صحيح البخاري. وكان السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله قد أمر بكتابة صحيح البخاري، فكتب على نسخة سلطانية شهيرة مطلع القرن العشرين، وأرسلها إلى الشيخ بدر الدين الحسني في دمشق رحمه الله تعالى، وكانت موجودة إلى وقت قريب، ولعلها ما زالت موجودة. في حرب مصر مع الحبشة في عهد الخديوي إسماعيل تهوالت الهزائم على الجيش المصري، فاستشار الخديوي إسماعيل وزيره شريف باشا فقال: أرى أن نجمع علماء الأزهر ليقرأوا صحيح البخاري، وهذه عادتهم في أيام الحروب. فلما اجتمعوا وقرأوا صحيح البخاري لم تتغير الأمور، واستمرت الهزائم على مصر. فغضب الخديوي إسماعيل وجاء إلى حلقة علماء الأزهر وهم يقرؤون صحيح البخاري، فقال لهم: إما أنكم لستم بعلماء، أو إن هذا الذي تقرؤون ليس بصحيح البخاري. فقام رجل من أحد هؤلاء العلماء فقال: نحن العلماء، وهذا صحيح البخاري، وما حل بنا فبسببكم أنتم. فغضب الخديوي إسماعيل واستغرب الناس، قال: كيف؟ قال: أليس الزنا مباحا؟ أليس الربا مباحا؟ وصار يعدد له الحرام. فلما سمع الخديوي إسماعيل عرف بخطئه، ثم ترك هذا العالم الذي صدع بالحق رحمه الله تعالى. ما زال عوام المصريين وحتى بعض المثقفين منهم إذا غلطوا في أمر قالوا: هو إحنا غلطنا في البخاري؟ يعني هل خطأنا وصل إلى هذا القدر الكبير حتى كأننا أخطأنا في صحيح البخاري؟ وما زال الأزهر حريصا على العناية بصحيح البخاري، وحلق صحيح البخاري في الأزهر كثيرة جدا كما هو معروف. واليوم الهجمة الشرسة التي يمارسها بعض الناس على الأزهر حتى يريدون أن يشككوا في عظم شأن صحيح البخاري على الأزهر وعلماء الأزهر كلام باطل. الدكتور أحمد عمر هاشم شرح صحيح البخاري شرحا مطولا في 16 مجلدا، وما زال علماء الأزهر يردون على كل مشكك في صحيح البخاري في كل وسيلة من وسائل الإعلام. نسأل الله أن يحفظ البخاري وأن يحفظ علماء الأزهر، ويبقى الأزهر كما كان موئلا للعلم وكعبة للخير. نراكم على خير.